الاعلام ديال المهرجان؟ الحمد لله، كيف ما كتعرفوا اليوم انتهى المهرجان الوطني للسينما. كان هناك يعني تميز جد جد مهم بالنسبه للاعمال لهذه السنه للسينما المغربيه، وبالطبع غنستمروا في تقويه الدعم الموجه للسينما باش يولي واحد السينما اللي يولي عالمي، ليس فقط يعني ليس فقط موجه للجمهور المغربي، بل لماذا يولي السينما المغربي حتى هو يتسكسبو على الصعيد الدولي، وهذا الشيء اللي غنخدموا عليه ان شاء الله. تعليقك على الجوائز السينما؟ لو جيري قرر، ولو جيري هو اللي عنده الكلمه الاخيره. تبارك الله على البدل اللي فازوا.